السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف أداة فيها شوية ميزة حلوة، MLACE. في مثلا كومباين فيو، يعني عندي أكتر من فيو أحطهم في شيت واحد. كومباين فيو بيجيب لي الفيوهات اللي هي ملهاش شيتات، فتبدأ أتعلم عليها. تمام، أنا اخترت مثلا التلاتة دول وقلت له أوكي، وبعد كده تايتل بلوك، هتختار أنهي تايتل بلوك، الشيت نمبر، الشيت نيم، الفيو سكيل، واقول له اوكي. فظهر معايا الفيوهات في نفس الشيت. في برضو ميزة جميلة، الا وهو لو انا عندي اكتر من شيت اقدر لما اصدرهم في اوتوكاد واحد بس، 1 DWG. الخاصية دي كذا حد كان بيكلمني عليها، فالحمد لله انها ظهرت، ان انا بدل ما اصدر كل ملف اوتوكاد لوحده، لا ممكن كذا شيت يدمجوا مع بعض في ملف اوتوكاد واحد ويبقى فيه تابس تحت. فكويس ان حد فكر في الفكرة ديت. كل اللي عليك ان انت تختار الشتات اللي انت عايزهم يدمجوا مع بعض. ممكن حتى تقول له قول كلهم يطلعوا في ملف اوتوكاد واحد، او ممكن تديله شيت ليست، شيت ست اللي هي بيبقى اكتر من شيت ليهم اسم معين، وتقول له انا عايز اسيف ملف الاوتوكاد فين. تمام، واوبن فايل افتر اكسبورت. فبعد ما يصدر هيروح جايب لك ملف اوتوكاد واحد، التابس اللي تحت فيه الدور الاول، الدور الثاني، الدور الثالث. فدي كانت ميزه جميله جدا، يعني اشكر عليه. عندي برضو فيو شيت اسند اسيسنت، بلاقي عندي مثلا شيت اسند بيقول لي ايه اوتو نمبر، فيقدر يعيد التركيب. الاين شيت يبدا يعمل لهم محاذاه. هنا الفيو كريت شيت، ممكن تدي له كل الفيوهات وعلى اساسهم يعمل شيت لكل فيو. اللي تحتيها بيبقى عندي ملف اكسل، وياخد الارقام الموجوده في ملف اكسل ويشتغل بيها، ويبدا يعمل شيتات بنفس الاسامي دي. بوت فيو ان شيت، بتحدد الشيت وتحدد الفيو، وهو يبدا يسقط لك الفيو في الشيت اللي انت عايزه. كرييت امتي شيتس، بيعمل لك شيتات كتيره فاضيه وتبدا انت تحط الفيوات فيها.